السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. والأهداف الغزيرة التي سجلت في 8 مباريات، إذن عندما نسجل 56 هدف في 8 مباريات، مع ذلك أن الهجوم تفوق على الدفاع. نبدأ معك لاعب أياكس سابقا. أكيد أياكس لاعب وخسر هدف ضد مرمى بعد عمل فردي جيد من ماني في عملية الدوران بالكرة ثم سدد أوراد العرضية. على كل حال هدف ضد مرمى، خبرة ليفربول كذلك تعامل بشكل جيد في الشوط الثاني. نعم، أتلانتا إذن فاز بأربعة بقاب لا شيء، يعني قوة هجومية كبيرة جدا في أتلانتا بوجود زاباتا ومورييل وجوميز، وهدف أول من زاباتا اللي بيستغل التمريرة الممتازة من روميرو، ثم هدف ثاني واستغلال جيد جدا وتسديدة أكثر من ممتازة من جوميز في رؤية الحارس، وفيها توجيه بشكل أكثر من رائع. يعني مورييل بعد ذلك هدف ثالث من مورييل. بص التفاهم الكبير الأخضر اللي بين اللاعبين وبعض في تحضير الكرة، هذه بالحارس أكيد، إنما في محاولات كتير جدا طول المباراة زي ما احنا شايفين، فرص كتير ووصول. هنا دخول إليشيتش واعتماد على العرضيات مرة تانية من هاتيبور وجوزنز، الاثنين الظاهرين اللي بيعملوا شغل ممتاز مع المهارات الهجومية الكبيرة، إنما إليشيتش هنا بيصنع هدف رابع ممتاز في مهارات فنية وفردية كبيرة جدا. مانشستر عاد من بعيد، مانشستر يبدو أنه ينوي هذه المرة الفوز بهذه المرة. نعم، بعد أن تأخر، لكن مانشستر بداية جيدة بالنسبة لمانشستر، هدف رائع بالنسبة لبورتو. نعم، لبورتو هدف رائع جدا للويس دياز، لكن هنا ضربة جزاء واضحة ضربة جزاء، غويرو العائد سجل، لم يسجلها قبل ذلك. نعم، لكن كاد الحارس كاد. نعم، هو دائما الكواريو يلعب بقوة. غوندوغان واحد من الأهداف الجميلة بهذه الجولة برايل، لعب يجد الحلول بالكرات الثابتة، اليوم كرتين ثابتة لحد الآن، مانشستر يتقدم بهدفين. الهدف الثالث أيضا لفيران توريس القادم من فالنسيا، واحد من أيضا اللاعبين ممتازين، لاعب شاب برأيي سيكون له شأن كبير هذا اللاعب. إيمان غوارديولا أيضا باللاعبين الإسبان، أولمبياكوس مارسيليا هدف مقابل شسال أولمبياكوس في الدقائق الأخيرة، الدقيقة 91 عن طريق اللاعب العربي أحمد حسن كوكا، هدف رائع جدا يعطي الانتصار لأولمبياكوس. كان ينتظر يوسف العربي عربي آخر سجل هدف. هذه مباراة الانتر، هنا ضربة جزاء واضحة على تيرام وبن سبعيني، رامي بن سبعيني عربي آخر وجزائري يسجل هدف رائع جدا، والمختص في ضربة جزاء لمونشي غلادباخ. هنا هذا الهدف للكل حسب أنه تسلل، لكن هدف رائع جدا والتمريرة كانت أروع، يعطي السبق من هوفمان لبروسيا مونشي غلادباخ، والكل اعتقد أن بروسيا سوف الدقيقة الأخيرة، ولوكاكو يعطي التعادل بطعم الفوز للإنتر، لأنه صحيح أنه كانت اليوم مباراة فخ بالنسبة للإنتر. نعم، بايرن ميونخ كان فاز ب8 على البارسا، اليوم فاز بنسبة 4 أهداف مقابل شيء على أتلتيكو مدريد، هذا ما لم يكن متوقعا. أكيد نتكلم عن بايرن، فريق قوي حقيقة على مستوى الهجوم، بداية بهذه التمريرة وكومن افتتاح النتيجة، ولما تعطي البايرن حقيقة الفرصة ليكون تدافع بهذا الشكل، فأكيد أنه هذا الفريق لا يهنأ، يضغط على 90 دقيقة بالرغم أنه نوعا ما أنه فريق في بداية الموسم قبل بعض الأهداف، لكن يبقى على مستوى الهجوم فريق قوي، فريق لديه إمكانيات كبيرة حقيقة. معنا شاهدنا هذا الهدف مونتوليسو، هدف أكثر من ممتاز، اللاعب المتميز لاعب وسط ميدان، يمكن فترة ما تعرض إلى إصابة ثم عاد، ثم كومن بهذه الهجمة كان أتلتيكو يبحث سجل على هدفين كومن. سجل هدفين ولاعب صاحب إمكانيات بالرغم أنه غياب جنابري، لكن يبقى البايرن يضم عناصر أكثر من متميزة وفريق قوي. أكيد أنه لديه بعض المشاكل في هذه البداية على مستوى الدفاع،
لكن الفريق يعوض هذا بقوة الهجوم. بالفعل إذا لا ندري هل بايرن ميونخ هو القوي جدا أم أن تواضع اليوم دفاع أتلتيكو مدريد، بس أنا أعرف ربما مع المباراة المقبلة. نعود إلى مباراتنا كابتن وائل، إذا نستطيع أن نقول بأن ليفربول خطف الفوز الليلة هناك في أمستردام في ملعب يوهان كرويف. هو فوز مهم جدا طبعا على ملعب أياكس، وفي الظروف اللي بيلعب فيها ليفربول من غيابات وإرهاق ومباريات أكيد ما هيبقى موسم صعب على كل الفرق، إنما أن أنت تفوز في ملعب صعب زي ملعب أياكس، مش كل الفرق هتعمل اللي عمله ليفربول النهارده. فريق أياكس فريق شاب، فريق محترم، عنده لاعبين جيدين قليل الخبرة، إنما فريق بيزعج أي فريق، يقدر يفوز على أي فريق لأنه بيلعب بتحرر، بيلعب بدون ضغط، في توازن، في انسجام، في مهارات. إنما التغييرات الكثير اللي عملها فريق ليفربول النهاردة يعني إدت راحة وفرص لبعض اللاعبين إنه يلعبوا، إنما فوز يبقى في النهاية مهم جدا في بداية المجموعة، وزي ما قلت من ملعب صعب. النهاردة كان غير محظوظ فريق أياكس في بداية الشوط الثاني، كورة في القائم كانت ممكن تغير شكل المباراة تماما. نعم. وسوء حظ في إنهاء كرات أخرى كانت ممكن تحقق تعادل لفريق أياكس. لم تكن هناك السيطرة واضحة لليفربول، لم يكن هو الأقوى، هو المسيطر، هو المستحوذ على الكرة وعلى المباراة. هو ليفربول برأيي لحد الآن لم يجد نفسه. نعم صحيح. لم نجد ليفربول للبطل منذ بداية الموسم. هذه برأيي أمور طبيعية تحدث دائما للفرق، فترة فراغ تحرز الألقاب، بعد ذلك تكون هنالك بعض التراجع في ليفربول. فريق يملك الإمكانيات والقدرات، لكن متى سيعود إلى مستوى برأيي من الصعب جدا الآن أن نتحدث. يحتاج وقت. يعني بدأ يخسر، تحدثوا الزملاء على أليسون، تحدثوا على فان دايك، كل هذا هؤلاء لاعبين مهمين مؤثرين. نعم. من الأعمدة المهمة والرئيسية والحاسمة في تحقيق النتائج الكبيرة. على العموم كنتيجة جيدة بداية البطولة، تفوز خارج ملعبك أمام فريق جيد، فريق يلعب كرة قدم جميلة جدا، فريق يلعب بالهجوم المباشر، أعطى اليوم أعطانا. نعم. يعني أن هذه الفلسفة مو من السهولة أن تبقى بشكل مستمر، لكن يبدو أياكس يحافظ على فلسفته في اللعب الكرة الشاملة. ما يسعدنا أيضا في هذه الجولة الأولى أيضا الأهداف الكثيرة التي سجلت، تفوق إذا الهجوم على الدفاع، أهداف كثيرة سجلت 26 هدف. هدف كثير، كل المباريات تقريبا فيها الأهداف، إلا كل المباريات، مباراة هذه مباراة أياكس وليفربول هدف واحد، مباراة أولمبياكوس ومارسي هدف واحد، ولكن المباريات كلها فيها 5-4 أهداف، 4 بايرن، 4 أتلانتا، 3-2 في مباراة الريال مع شختار، كل أهداف، كل مباراة فيها أهداف وفيها فرجة. صحيح أن الآن مباراة الإنتر 2-2 أمام بروسيا مونشنغلادباخ، الآن الكل لازم أنه يلعب الهجوم، الآن لازم أنك تسجل أكثر من الخصم لكي تفوز مباريات. كلوب كان ذكي، أخرج المهاجمين، أبقى على اللاعبين الذين يدافعون أكثر. صحيح، لأنه شاب أن فريقه عانى من ناحية الخطوط، تباعد الخطوط. نعم. وكان هناك إرهاق بالنسبة للاعبين، وعندما تباعد الخطوط هناك اللاعبين في وسط الميدان يعملون مجهودات كثيرة عندما تضيع الكرة للعودة لارتداد دفاعي ثم المساندة الهجومية، لذلك فهو ارتاء أنه يرجع شيئا ما إلى الدفاع لتقليص الخطوط، لتقليص المجهودات، عوض أن يتعب المهاجمين في هنا خروج صلاح. صحيح لم يعودنا أن يخرج صلاح في دقة 60، لكن هذه في بعض الأوقات لازم تقبل أنك تخرج لكي تكون أفضل في المباريات القادمة. وكلوب عليه، أنا أقول صحيح أن ليفربول هذا الموسم بعيد عن المستوى، لكن يحتاج أيضا إلى تجديد الإرادة، تجديد أيضا المجهودات، لأن ليفربول قوته. نعم. في المجهودات، عندما تضيع الكرة تجد كل اللاعبين معنيين بعملية افتكاك الكرة. بالفعل إذن، ويبقى الأهم في مثل هذه المباريات خاصة في البداية وفي المجموعات أن تفوز وتنتظر، خصوصا أن تفوز خارج ملعبك. ماذا قال إذن يورغن كلوب بعد هذا الفوز على ما حققه حتى الآن؟ فوز ثمين خارج ملعبي على أياكس المدرسة، ولا يحسب كل شيء لنفسه. طاقم الطبي أيضا قال بأنه شارك أيضا في هذه النتيجة. أياكس لم يبخل، قدم كالعادة كرة جميلة، هل تراه أنه يمكن أن يذهب إلى الدور المقبل في هذه المجموعة؟
أرى صعب لأنه لما تشاهد اليوم ليفربول تشاهد أتلانتا على مستوى الهجوم فلديهم إمكانيات كبيرة حقيقة. اليوم أياكس أكيد الفلسفة تبقى موجودة لكن الإمكانيات التي كانت سابقا موجودة خاصة في الموسم الذي تعلق مشكلة تضيع الفرص؟ أكيد تضيع فرص وهذه إمكانيات. نتكلم على جودة كذلك اللاعبين التي كانت موجودة, نتكلم على أزياش من أحد العناصر الأفضل اللي كانت موجودة في الأياكس, نتكلم على فان دي بيك اللي من أفضل اللاعبين كان على مستوى استغلال الفرص والتسجيل ليس أمهرهم لكن أذياهم في الملعب. أكيد ديونغ في الموسم الماضي كذلك ديليخ أنت اليوم ثم ديست في هذا الموسم لأنه ليس أساسي. أنا أرى مزراوي كإمكانيات أفضل من ديست كطرف على الطرف الأيمن كظهير. اليوم هذه الإمكانيات تجعلك قادر أن تحسم مباراة. أنت تواجه فريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي, قبل الموسم الماضي كان هو بطل الشامبيونز ليج, يعني أنت تحتاج إلى أنصاف الفرص أن تستغلها. اليوم نلاحظ كم من فرصة أضعها فريق ليفربول ومحق كلوب لما يتكلم على الأزمة التي لأنه يعني قبل المباراة الماضية فريق ليفربول خسر بسبعة في الدوري. فأكيد اليوم لما نأتي ويعوض هذا وتعادل في المباراة الماضية أمام إيفرتون في الديربي وكذلك تعرض إلى إصابة للفريق. اليوم لاحظنا أنه تكلم وائل وتكلمنا قبل المباراة على دور حارس المرمى. حارس المرمى كان قادر أن يسبب في كارثة وكانت المباراة تذهب إلى تعادل وستدخل الفريق في أزمة نتائج, يعني ليس هناك نتائج الإيجابية بعد إعادة الكرة أمام لاعب الأياكس اللي سددها قد دقيقة 89 أو 90. ففريق ليفربول يحتاج إلى النتائج الإيجابية. ثم التغييرات لما أتكلم على تغييرات الإطار الطبي, أرى المدرب في بعض الأحيان لابد أن يحرص على سلامة لاعبيه. اليوم هو متقدم بهدف لصفر يواجه فريق أياكس الذي يستحوذ ويحاول أن يلعب. فأكيد الأمور لكن لا يعتمد على الخصول أياكس. أكيد هذه التسديدة للكلاسن اللي كان قريب التسديد لكن أكيد هذه التسديدة لم يكن محظوظ فيها. لكن التغييرات لأنه المتقدم بالنسبة لفريق ليفربول أصعب. فاليوم نتكلم على صلاح, نتكلم على فيرمينو, نتكلم على ماني, فهم الأساسيين. اليوم إذا تعرض إلى لاعب أساسي إلى 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 إصابة فهو لابد أن يحمي لاعبيه. التغييرات حتى إذا سيقل عطاء الفريق عن مستوى المهاري والمستوى الفني ومستوى الانسجام هذا لا يهم مقابلة بالحفاظ على لاعبيه, لأن الدوري طويل وهو مطالب بالحفاظ على 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 الدوري. وهذا من أصعب الأشياء الذي يكون في التاريخ. يمكن البريمير ليج الحديث فريق أو اثنين اللي حافظوا على موسمين والتانيين يفوزوا بالدوري, صعب للغاية. واليوم خاصة مع الانتدابات اللي قاموا بها جل الفرق اللي في الدوري الإنجليزي. على كل حال ننتظر في استعادة ليفربول مستواه, لأنه اليوم نقارن ليفربول بالمستوى الذي كان عليه في الموسم الماضي. فكل شيء اليوم الموسم الماضي لم يخسر كثيرا, خسر قليل من المباريات. فاليوم إذا ليفربول يقل مستواه فنقارن ليفربول في الموسم الماضي, لكن من الواضح أن ليفربول سيخسر بعض المباريات. لكن أنا أراه إذا مع الكانتارا يعود إلى مستوى معين, إذا يحافظ على بعض المستوى يمكن قادر أن ينافس كما نافس في الموسم الماضي ويمكن قادر أن يحافظ على اللقب. إذا هذه البداية فقط وننتظر طبعا أشياء كثيرة من هذه البطولة العريقة, أيضا دوري أبطال أوروبا. ونستمع الآن إلى دوزان تاديش أحد لاعبي الشباب أيضا في صفوف أياكس أمستردام, ماذا قال بعد ومواجهة أخرى ستكون صعبة أيضا لأياكس أمستردام وذلك أمام أتلانتا الإيطالي مفاجأة الموسم الماضي. لكن لا تنسوا هذا اللاعب أيضا كوما الذي سجل هدفين في هذه المباراة وحامل اللقب يضرب بقوة أيضا أمام أتلتيكو مدريد المعروف بدفاعه القوي, وخيبة جديدة للريال قبيل الكلاسيكو. من هذا الشهر حصري ونعود أيضا إلى دوري أبطال أوروبا وإلى المباراة الكبيرة الأخرى التي فاز فيها بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل لا شيء. كابتن عدنان, أربعة مقابل لا شيء, لا أحد كان يتوقع النتيجة حتى البايرن. نتيجة كبيرة جدا أمام فريق الكل يعرف قوة أتلتيكو مدريد في الدفاع, في التنظيم الدفاعي والانضباط العالي وأسلوب سيميوني واستراتيجيته في الدفاع المكثف. نشاهد هنا تسعة مدافعين لكن بتمريرة تكسر كل هذا التكتل الدفاعي, إذن هنالك خلل كبير في دفاع أتلتيكو. اليوم باعتقادي اليوم كانت هناك أخطاء كثيرة لم نحد من أتلتيكو مدريد. الفريق المنظم المنضبط الدفاعين شوف هنا دائما كونان كان اليوم نجم المباراة سجل هدفين وصنع هذا الهدف. أنا أعتقد يجب أن يكون عدد نظر في بالنسبة لسيميون في الطريقة, نعم. في النظام, في
في الانضباط هنالك خلل واضح. نعم. ليهم من يسجل في بايرن ميونخ؟ ليفاندوفسكي لم يسجل كورة، سجل هدفين. سجل لا هدفين عائلة عائلة واحد وسط ميدان. نعم. كيميتش وغوريتشكا. نعم. نقول اليوم بأن اليوم بايرن قراءة جيدة لأتلتيكو مدريد، حصلوا في وسط ميدان، لعب ثلاثة لاعبين بنزعة دفاعية ونزعة أيضا اللي عندهم مؤهلات التحول السريع، غوريتشكا كيميتش وطوليسو. طوليسو أيضا سجل اليوم هدف رائع، هدف رائع. نعم. جدا. يعني وسط ميدان هم اللي سجلوا، ثلاث لاعبين وسط ميدان سجلوا، زيادة على 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 كومان. كومان رائع جدا، كومان تسجيل الأهداف، سجل هدفين اليوم. كيميتش أعطى تمريرة، كيميتش ما سجلش اليوم لكن أعطى تمريرة رائعة لكومان. لكن غوريتسكا سجل، أنت تقصد طوليسو، طوليسو سجل تصويبا بعيد. لكن لا يهم من يغادر بايرن ميونخ، الكبار يغادرون كذا الفريق دائما عندهم الحلول. نعم. دكه احتياط، دكه احتياط فيها اليوم بوناسار جابوا جا من مارسي. نعم. يعوض بافير كظهير ايمن. هناك دوغلاس كوستا راجع من يوفنتوس. نعم. يعطوه فرصه اخرى. يعني دائما احياء دم جديد، تجديد الاراده، تجديد الطموح، وهذه هي قوه بايرن ميونخ. بايرن ايضا يضرب بقوه، وهذا انذار لكل الانديه ايضا، وهو الذي يدافع عن لقبه الذي فاز به الموسم الماضي على حساب البي اس جي بهدف واحد من تسجيل طبعا كومان. سنعود الى مدرب اخر متالق لكن يسعى دائما الفوز بالتشامبيونز ليج مثل ما فعل مع البارسا، بيب غوارديولا. ماذا قال بعد ان فاز على بورتو بثلاثيه؟ لاعب ومدرب اسباني اذا يمدح اللاعبين الاسبان ويجلبهم الى فريقه السيتي. السيتي اذا فاز، وصحيح هو صبوره كان متاخر في النتيجه لكن عاد بقوه. هل هو المرشح هذا الموسم؟ هو صعب حقيقة نتكلم اليوم على من مرشح. المرشح اليوم هو كبار دائما صاحب اللقب، يبقى دائما الباير هو الفائز بهذا اللقب وهو الأفضل إلى غاية الآن على كل حال في جميع المستويات. البقية المستوى لم أشاهد مستوى حقيقة على مستوى عالي. سيتي سيبقى كيت إذا يقوم ببعض التعاقدات. اليوم دياز المنتدب من بنفيكا، هذا المدافع قدم إضافة، لابد أن نشاهد توازن وتحسن على مستوى الدفاع. هجوميا الفريق جيد لكن شاهدنا لغاية الآن الفريق لم يتعدى دور الربع النهائي. من الصعب أن نتكلم على فريق أن لم يتعدى دور الربع النهائي يكون مرشح للفوز. لكن الكبار مرشحون معروفون بدون أدنى شك، 6-7-8 أكيد بدون أدنى شك. الكبار الفرق التقليدية الإشكال أن الفرق التي تعودنا عليها في هذا الموسم كريال مدريد وبرشلونة، برشلونة أنا أرى أقل حظا من بعض الفرق. نعم. نذهب إلى الريال. إذن صدمة كبيرة بالنسبة للريال أن يخسر على ملعبه، هذا ملعب صغير وهذا الاسم الكبير أيضا. يعني نظرا للأداء اللي الفريق قدمه، أنا أشوف أن 3 أهداف في الشوط الأول كانت شوية على ريال مدريد. فريق واحد اللي كان متواجد الشوط الاول الاخضر هو فريق شختار، فريق ممتع وفريق يستحق ان انت تتكلم عليه وتدي له حقه في الكلام. رغم الغيابات لاعب فريق لاعبين برازيليين في الاداء وفي الخطوره دايما بيوصلوا المرمى ريال مدريد اكتر من مره، شوارع موجوده في دفاع ريال مدريد. تحسن الاداء الشوط الثاني بعض الشيء ورجع الفريق انه يرجع ل 3-2. انما اللي حصل الشوط الاول ده درس لريال مدريد لانه بيدي مقدمات الموسم هيبقى عامل ازاي لريال مدريد. كابتن وائل، في معلومه تقول بان لم يسبق لاي نادي في دوري ابطال اوروبا ان خسر المباراه الاولى وفاز باللقب. انا بقول لك ربما يعني تكون ريال مدريد تدي مقدمات ربما ريال مدريد لا بالاداء ربما هو اللي سيفوز اول فريق سيفوز. الاداء اللي احنا شفناه من ريال مدريد ده في الدوري وفي المباراه الافتتاحيه دي صعب جدا انه يكمل في المنافسه على الالقاب الموسم ده بالشكل اللي احنا شايفينه وبالغيابات اللي احنا شايفينها. اهداف بسيطه الفرق الكبرى لما تمر نوعا ما ببدايه سيئه اكيد انه الاداره تتقوم بتحسن الاداء بتحسن. يعني لازم تعرف عيوبها. سنستمع لو سمحتم فقط لو سنستمع إلى زيزو. الكبار يبرزون إذن ولا يموتون، ونتوقع أن يعود الريال بقوة وساحب الرقم القياسي في هذه المسابقة 13 مرة. من يستطيع أن يحطم هذا الرقم؟ ونذكركم مرة أخرى أعزائي المشاهدين بأن بعد لحظات ستكونون مع زميلي هشام في هذا المساء، وبدون شك هناك مواضيع الجميع ينتظر هذه الحلقة وينتظر ضيوفك الكرام. ونحن أيضا نشكر الضيوف الكرام. أنتم لم تعدوا ضيوف، أنتم نجوم لاعبون بيئين أنتم. كابتن وائل شكرا جزيلا لك. شكرا. كابتن حاتم شكرا جزيلا لك. كابتن عزيز شكرا لك. وكابتن